يمكنني استخدام بذور الكتان الكاملة بدلاً من المطحونة. نعم، يمكنك استخدام بذور الكتان الكاملة بدلاً من المطحونة في عصيرك. ومع ذلك، هناك بعض النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار عند استخدام بذور الكتان الكاملة. 1- الهضم. بذور الكتان الكاملة تكون صلبة وتحتوي على غلاف خارجي صلب يحتاج إلى هضم. قد يكون من الأفضل تنقية البذور قبل استخدامها في العصير عن طريق نقعها في الماء لبعض الوقت. هذا يساعد في تخفيف الغلاف الخارجي وتسهيل هضم البذور. 2- طحن البذور. يتم طحن بذور الكتان المطحونة لتحطيم الغلاف الخارجي وزيادة امتصاص الجسم للعناصر الغذائية القيمة فيها. إذا كنت تستخدم بذور الكتان الكاملة، قد تحتاج إلى طحنها قبل إضافتها إلى العصير باستخدام مطحنة قهوة أو مطحنة بذور خاصة. 3- الكمية المناسبة. يكون من الأفضل استخدام كمية معتدلة من بذور الكتان الكاملة في العصير. يوصى بحوالي ملعقة صغيرة أو ملعقتين صغيرتين من البذور لكوب واحد من العصير. يمكنك زيادة الكمية تدريجياً حسب تحملك الشخصي ورغبتك. 4- القرار الشخصي. يعتمد استخدام بذور الكتان الكاملة أو المطحونة على تفضيلاتك الشخصية ورغبتك في الحصول على الفوائد الغذائية الكاملة للبذور. إذا كان لديك مطحنة بذور أو تفضل طحنها بنفسك، فيمكنك استخدام الكتان الكامل. وإذا كنت تفضل البذور المطحونة جاهزة للاستخدام، يمكنك شراؤها جاهزة من المتاجر. بصفة عامة، بذور الكتان ستضيف فوائد غذائية إلى العصير بغض النظر عن شكلها كاملة أو مطحونة. يحتوي الكتان على الألياف والأحماض الدهنية الأوميغا سالب 3 والبروتينات والفيتامينات والمعادن، وهي مكونات غذائية قيمة لصحتك.